انستغرام شوف كل وعدكم اليوم غادي نمتعكم ستوريات دابا واش انا خليني المهم شوفوا اليوم شكون اللي معنا مهدي وفاش كنقولوا مهدي شنو كنقولوا عمر فيديو كليب جديد قريبا فيديو كليب قريبا جديدا شي لاته ومعنا في الفلوس الى العبد لله سلطان السلطان العبد لله سلطان السلطان العبد لله سلطان السلطان السلطان دراري كذا المجتمع حلوه واش بغيتيني ندخل في الدماغ لا واش بغيتيني نضربك وهكا هكا هكا اي شكون هو هذا اللي غادي نوريكم دابا تقدروا شكون كتعرفوا هذا صاحبنا ديال فيديو جديد جينا عند عمر بدل الديكوراسيون ديال المحل جديد شوف امير غادي نوريك واحد الحاجه هادي شحال هادي كان فيه الموسيقى ديال بلال كيغني بلال هنا وحق الله سمع سمع اصاحبي الموسيقى ديال بلال كتعقل على شاب بلال سمع سمع غادي نوريكم دابا واحد لا فيديو و ديال الوالده كنت البارح حطيت فيديو وانا صايب بغيت نوصل لواحد البلاصه فغادي نوري لكم نمشي عندها نقول لها هي قالت لي ما تحطوش انا نوريكم واحد اللقطه ومن بعد غادي نحط لكم بوست على الانستغرام السلام عليكم انا يلاه فقت غير دابا ما كاملش شي ربع ساعه المهم بغيت نقول لكم صباح الخير عليكم كدايرين هانين كلشي هو هذاك مرت علاش ديما في الستوريات ديالي في البدايه كنقول صباح الخير كدايرين لاباس عليك قولي لي واش نحط الفيديو ولا ما نحطوش صافي نسى داك الفيديو انا بغيت ننساه لا غادي نعاود نحطه في الانستغرام باش تشوفي ونعاود نحط شي صوره خاصه باش بغيت ننساه قسما بالله حيت هذاك النهار يوم مشؤوم معاك نتايا والله صافي اليوم انتظروا الفيديو نحطو لكم واش يعني ما غاديش تاخذ التليفون بوحدو لا غادي تاخذ التليفون وغادي تاخذ معايا شي لعيبات دونك فوالا غنعاود نحط لكم عاوتاني ليا طلعوا الشاشه فوق و بري كومونديوه
قبل 3 فوالا الحلوه اللي مشينا جبناها قبيله ها هي هي هادي ناري 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 علاش حيت وصلنا اليوم لوانير باش تحل الصالون فمشيت عند كيكاب كازا باش يصايبوا لي شي حلوه حيت عارفهم هما الوحيدين اللي غيسرعوا لي هذا الشيء بحال هكذا فكنبغي جيت لسامبل بيكري كوفي ها هي فينا هي ناري 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 غتصلاو فيا خوياك سير الله شنو هو ها هي فينا هي دونك غادي نهزو هادي غادي غادي تضرب انت الله يعاونك وانا غادي نخرج من هنا بسلامه نقول لكم ميرسي وتبارك الله عليكم داكشي هو هذا ابراهيم ياك اخويا ديريا دونك القضيه اليوم غتكون شاخضه ان شاء الله داكشي راه يقي شي واحد هادشي قبل ما نصوروا راه ما نعقل عليكم شوف هذا وانا كاسي جايباكم الماكله واش نتوما جايباكم الماكله انا باغي نمشي معاكم شوفوا تبارك الله انت شوفوا تبارك الله ما عاد مني راه غادي نشيل همو هاك الزبير شكون اليوم كاين كاين الزبير عثمان زينه سلوى شاديه رضا مريم امير الصف ديالنا زبير امين ابراهيم زكي هادشي كامل حيت الصالون ديالنا كمل وانير لا خدمش معنا في بالميرسيدس تاعي مرحبا بها شنو غتصايب شنو غتصايب انت ما كنت كتقدر تدول التمار هذا والله تنش نقفك تماره مبروك عليك عام ديال المحل خلي شي بلاكه غنحيد هاد السطوري غتبقى وحده لا ديرش لي بحال هكا واش قلبتي الحرفه واش قلبتي الحرفه صافي شادي خدمت معنا في بالميرسيدس تاعي مرحبا بها فين هو ولكن هبط 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 تحل لي هبط عندي هبط سبحين بشق بحا راني مرد غني ناس عايشة مرتاحة لو ما بغي الديني اش بغينا بشق بحا واش قلبتي الحرفه واش قلبتي الحرفه صافي
واش ديا خمس معانا في بالميرز ديال الساي مرحبا بها فين هو والله مالو مالو شنو وقع لي خسر لي شنو كاميرا مسكين راه مسكين ما بقاش يدير يوتيوب و يعتزل هذا الكونت يوتيوب فين وصل الميلود يا مريم؟ مريم فين وصل الميلود؟ فين الميلود؟ ماشي تعرف كنت أمنية منذ عزيز